السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون اماكن الوان سمكه التونه. طبعا بتعرفوا انه هذا السكن بتطور للسلات من سكنات اخرى، لازم بالاول نجيب الالوان. طبعا قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ما مشترك في القناة، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، لا تنسوا اللايك، لا تنسوا كود الشوب YZYDD. قاعد اذكركم بالباتل باس، يعني بس اشتروا بكودي، وبرضه اذا شريتوا بكودي صور مقطع فيديو وارسل لي على انستغرام وانت بتشتري بكودي، راح اخذ الفيديو منك وانزله في الستوري. طيب نبدا بالشرح. طبعا بالاول بذكركم في جيفوي لخمس اشخاص على الباتل باس، رابط مقطع الجيفوي بيكون بالوصف. فبالنسبة للعبوات مثل ما تشوفوا قدامكم، بتروح عند الباتل باس بضغط المعركة عند سكن سمكة التونة، بطلع لك عبوات الألوان 21 علبة، يعني 21 مكان، وكل مكان فيه 3 علبات. كل مكان عشان تعبيه العلبة الواحدة بدك تاخذ 3 علب، يعني كل مكان فيه 3 علب 21 مكان نروح عليه. كل الألوان لما تاخذها هي كاملة عندك بصير عندك هاي الشخصيات تقدر تفتحها مقابل كمان قطرات، في قطرات لازم تجيبها. طيب مع الالوان جبناهم، بضل القطرات من الصناديق العاديه بتاخذها، مثل ما تشوفوا قدامكم ستايل الاخضر، ستايل ستيف، ستايل الشجره، اي سكن موجود في القائمه تقدر تلبس ستايله كالوانه يعني. فراح اترككم مع جميع الاماكن اللي فيها الالوان تاخذوها مره واحده وتخلصوا، فمشاهده ممتعه. you
We'll be right back.